احنا زي ما حضرتك عارفه ان احنا اطلقنا خدمه شارع الصحه هنا في مدينه العالمين من بدايه مهرجان العالم عالمين. كان الهدف الاساسي ان احنا بنقول لكل رواد الساحل الشمالي سواء من المصريين او من خارج مصر ان احنا موجودين لخدمتكم دايما، وكل الخدمات الصحيه اللي ممكن تحتاجوها متوفره سواء كانت الطارئه او غير طارئه. شرفنا النهارده طبعا بوجود دوله السيد رئيس مجلس الوزراء لاطلاق حمله 100 مليون صحه 100 يوم صحه للنسخه الثانيه منها. وطبعا زي ما حضرتك عارفه ان العالمين دلوقتي قبله سياحيه كبيره جدا وليها اهميه عالميه، فكانت طبعا يعني بتمثل نقطة قوية لإطلاق المبادرة. الحقيقة مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية هي من المبادرات اللي بيهتم بيها السيد الرئيس بنفسه لتنمية الأسرة المصرية، وهي ضمن 100 يوم صحة. احنا بنقدم من مشورة ما قبل الزواج مرورا بالحمل والولادة والرضاعة وحتى أول سنتين من عمر الطفل. احنا بنشجع الولادة الطبيعية وبنشجع الرضاعة الطبيعية، ونأمل إن شاء الله على سنة 2050 تكون الأعقاد كلها مش موجودة. النهاردة تدشين حملة 100 يوم صحة للعام التالي، والعام التالي بيشرفنا بتدشين المبادرة 100 يوم صحة دولة معالي رئيس الوزراء، وبوجود طبعا نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة. الخدمات الصحية في الفترة الأخيرة تكثيفها وسهولة الوصول إليها ده يمكن هدف من أهداف وزارة الصحة، وأن المواطنين العبء الصحي يتشال من عليهم بشكل كبير. ده طبعا ده اللي بنسعى ليه. مبادرة 100 يوم صحة هي مبادرة بيتكاتف فيها كل قطاعات وزارة الصحة علشان تقدر تقدم خدمة متميزة وخدمة توصل للمواطن بسهولة إلى مكانه خلال الفترة دي. طبعا فترة الفترة اللي احنا فيها فترة الأجازات وفترة ان الناس ممكن تكون سهل ليها ان هي تحصل على الخدمة. احنا دي عربية 31 مغناطيسي متنقلة لخدمة المحافظات. طبعا دي عشان خاطر مثلا يكتشف منها مثلا أورام أو جلطات، تمام. دي خدمة إنسانية، ديت أول عربية في مصر أو في الشرق الأوسط مغناطيسي متنقل. العربية ديت بنستعملها في جميع المحافظات لأي حاجة طارئة، أي مكان طارئ يحتاج العربية. طبعا احنا واخدين تعليمات ان احنا ان شاء الله داخلين مبادرة رئاسة الجمهورية للكشف المبكر على البروستاتا والسرطان الرئة. بصي، هي زيارة النهاردة كانت بالتحديد مختصة بالوحدة دي، لأن الوحدة هي يعتبر الأولى في مصر والشرق الأوسط من نوعها، بتقدم خدمات كتير في شتى أماكن مصر، محافظات باختلافها، مهما كانت بعيدة قريبة، لأن هي زي ما قلنا متنقلة. هي كمان مجهزة بأن هي تعمل كل الفحوصات مهما كانت أنواعها أو تكلفتها، لأن هي تابعة للوزارة وتابعة لمبادرة طبعا 100 مليون صحة. طبعا مجهزة برضو بكتابة التقارير، بأن المريض لما بيجي يعمل الأشعة بيعمل الأشعة وبيستلم الأفلام، وبيجي مثلا يومين ثلاثة يستلم تقريره، أو ممكن يستلمه عن طريق الواتساب عادي. بتوفر خدمات كتير جدا لمستشفيات في مناطق بعيدة أو نائية مهما كانت بعض المناطق دي يعني. وبرضو عايزين نتكلم ان العربية فيها خدمات كتير، زي ان مثلا المرضى اللي ما بيقدروش يتحركوا ففي اسانسير بيساعدهم على الحركة. الجهاز نفسه مجهز بكل الامكانيات اللي توفر الراحة للمريض.